بسبب التهاون والتراخي ديال المواطنين داخل المدن، ولات بلادنا كتشهد بشكل يومي أزيد من 1000 حالة إصابة بفيروس كوفيد-19، ودرجة الفتك حتى هي ارتفعت بشكل خطير. كورونا فيروس ما كيفرقش ما بين الأعمار، وكل شيء معرض للإصابة به. كاين ناس كبار كاين ناس صغار. أنا عطيتك مثال، هو عند هما عندي هنا، عندنا 27 عام، عندنا 39 عام، عندنا 40 عام، عندنا 60 عام، عندنا 70 عام، عندنا 80، كل شيء كاين. كاين العيالات، عطيتك كاين عندنا دابا هنا ثلاثة العيالات حاملين هنا دابا في اليوم هنا. دابا كاين كل شيء، كاين الصغير كاين الكبير. راه هذا الفيروس هذا ما كيختار لا بين الصغير لا بين الكبير، ما نقولوش انه لا انا لا انت. كل شيء يمكن له يتقاس بهذا الشيء هذا، وخصنا الناس تفهم انه اي واحد يمكن يتقاس، اي واحد فينا يمكن يتقاس بطريقه سهله جدا بهذا الفيروس. سبب الارتفاع الكبير لحالات الاصابه بكوفيد-19 هو ايضا استخفاف الناس بخطوره الفيروس وتحررهم من القيود والإجراءات الوقائية مثل الكمامة ومواد تعقيم واحترام مسافة الأمان، الأمر اللي خلى الطاقم الطبي وحيد في مواجهة الانتشار السريع للفيروس. شنو نقول لك، الطاقم الطبي والشبه الطبي بكل صراحة عياو، والناس عليهم الضغط بزاف، دونك تصوري الجوف اش هما خدامين. بل اكثر من هذا، يلا الناس بداو يخرجوا يكونجي، هذا الصيف هذا الصيف ما عرفنا لا عيد لا حتى حاجه ما عرفناها. يلا الناس بداو يخرجوا الناس للعيد، جا قرار رجعناهم كلشي، رجع من العطله ديالو كلشي، رجع كلشي، دخلنا كلشي. دونك تصوري الجوف اش هاد الناس غادي يخدموا، عياو ما عندهم حتى وقت باش يتسارعوا. نزيد واحد النقطة أخرى، في ذاك الأول كان المجتمع المدني عاون بزاف وهز من المعنوية ديال الطاقم الطبي والشبه الطبي، هز من هو عاونو وتيتا. دابا الطاقم الطبي والشبه بوحدو كلشي رجع للور وخلاه بوحدو في الواجهة كيدابس. الحرب على الفيروس مسؤولية الجميع، مواطنين، حكومة ومؤسسات، والانتصار ما يمكنش يكون إلا ما تحليناش بقدر كبير من المسؤولية واحترمنا الإجراءات الوقائية. الحل اللي غنقول أنا كنتواجه المواطنين ونقول لهم أنه الطاقم الطبي والشبه الطبي عياو، خصهم يعاونونا. باش غادي يعاونونا؟ بالاحترام للإجراءات الوقائية، باش ما نوصلوش لهذا الشيء هذا. راه إلا مشينا بحال هكا راه غادي في الهاوية، بنكونوا واضحين، راه غنتغلبوا دغيا، غنتغلبوا. دابا كنقول لك حاليا هاد المصالح لا نهار عمرو الا بقينا بحال هكا هاد التصرف هذا وهاد التهور، راه غادي نتغلبوا وغادي للهاويه. لهذا كنطلب منهم نوعاو ونفهموا الوضعيه ونتحملوا مسؤوليتنا ونعرفوا انه كل واحد مسؤول. الدوله راه دارت داكشي اللي عليها دارت، ولكن بقات المسؤوليه ديال المواطن. كل اي واحد راه مسؤول. الى اي واحد تحمل المسؤوليه ديالو وخدا الاحتياطات، نحافظ عليك وتحافظ عليا. بارك من تهون.